ما زلت منتظرة كلامك. كلامي في ماذا؟ فيما يشغل عقلك ويملك عليك لبك. لا شيء مهم. أخبر أمك أولاً، وهي من تقرر إن كان مهماً أم لا. لا أريد أن أشغلك به. أحمد. كما تشائين يا أم أحمد. قد عرض علي عمي العمل في بيت الحكمة نساخا للكتب. وطلبك العلم وشيخك. سأوفق إن شاء الله بين العمل وطلب العلم. وإن لم تستطع أقصد إن شغلك العمل عن طلب العلم. أخبرت عمي بذلك ووعدني بأنه سيجد لي حلا. أنت تعرف يا ولدي أن طلبك العلم ليس لي به الدنيا وما عليها، ولن يضيمنا الله في أرزاقنا. لكن يا أمي، نحن بحاجة لهذا المال، فأنت ترين ما آلت إليه أحوالنا. أنا أقدر حرصك علي يا ولدي، فأنت رجل البيت والقيم علي، وغذائي في غدوك ورواحك عند شيفك، وقرة عيني في حملك القراطيس والمحبرة. لا أدري ما أقول لك يا ولدي، ولكن في صدري شيء من هذا العمل، وأخاف أن يأخذ منك وقتا طويلا فيصرفك عن طلب العلم. كوني على يقين، لن أقدم زائلا على باق، ولن أبيع العلم بعرض من الدنيا. ومقولة وهذا مفتاح الدكان. مفتاح الدكان؟ أجل، تجمع النعال والجلود والصمغ والحبال وتذهب في الصباح، وإياك ثم إياك ثم إياك أن أجدك نائما في الدكان دون عمل. أفتح الدكان؟ أصبحنا وأصبح الملك لله، وأدخل وأعمل. أمي، ولكن من أين سندفع كراء الدكان؟ أعطيت أم أحمد كراء هذا الشهر، والأرزاق بيد الله يا بني. أمي، أخشى أنني لن أستطيع أن أحصل ما يكفي. لا تبدأ بتذمري من الآن، بإمكانك أن تجمع الكثير من المال، حينها نستطيع أن نجمع ما نجد لك به عروسا جميلة. عروس؟ أجل عروس، ألا ترى أن أترابك قد تزوجوا منذ سنين، وأنت قد تجاوزت 30 ولما تتزوج؟ أعدك يا أمي أن أصل الليل بالنهار كي أجمع صداق عروسي. أراك الآن قد تركت التذمر بعد أن سمعت بالعروس، ولست أراك بعنتر ولا هي بعبلة. أمي، أعدك أنني لن أتذمر. سنرى. سترين يا أم عامر. إلى العمل يا عامر، إلى الدكان. عروسي. تبدو فتاة طيبة، كان الله في عونها. إنها طيبة إلى حد أنها تضيع والدها في السوق، كطفل يخرج مع والديه لأول مرة. يجب أن تساعدها يا خالد. لن آلو معها يا أمي، غدا سأبحث في السوق وأسأل الباعة والتجار، لعلهم يعرفون والدها. اذهب إلى النزل التي ينزل بها القادمون، واسأل عن قافلة أتت اليوم من خراسان. هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. يا أمي، الفتاة أمانة في عنقك، فاحرصي على ألا تنام جائعة. إنها ترفض الأكل، ولكنني سأحاول. السلام عليكم. وعليكم السلام. Thank you.
سأفك قيد يديك وفمك لتأكلي، وإن عدت للصراخ سنعود للقيود من جديد. فكها يا حنظلة. ما الذي اقترفته حتى تفعلي بي ما فعلتي؟ ألا تخافين الله؟ دعك من هذا الكلام الذي لا طائل منه، وكلي طعامك فالنهار طويل والجوع قارس. لا حاجة لي لطعامك هذا. اسمعي أيتها الفتاة، لن تضري إلا نفسك بامتناعك عن الطعام. من هذه الدار لن تخرجي إلا إلى دار سيدك، وسواء عندي أكلت أم مت من الجوع. وما أملك لك وقد نزعت من قلبك الرحمة؟ أليس في قلبك ذرة من شفقة؟ ذرة؟ ذرات؟ لو لم تكن لدي ذرة من شفقة لما أتيتك بالطعام رغم سلاطة لسانك الذي سأحرص على ترويضه ليصبح لائقا بجارية مطيعة وجميلة. أنا لست جارية أيتها المرأة السمجة، أنا فتاة حرة، ابنة تاجر حر شريف، وسأبقى حرة حتى آخر يوم في عمري. زمن الحرية ولا من الآن فصاعدا أنت جارية زمردة، عليك أن تقنعي نفسك بذلك. هل سمعت عن فتاتين ضائعتين يا أخي؟ يا أبا فوز، أبا فوز، أين أنت يا رجل؟ لقد تعبت وأنا أبحث عنك، يجب أن تسير القافلة، لقد تأخرنا كثيرا. يا أبا رستم، ألم أطلب إليك بالأمس الانتظار يوما آخر؟ أقسم أنني حاولت، لكن القوم مصرون على الذهاب، إن شئت رافقنا وإلا فابقى حتى تنتهي من عملك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الرحمة يا مولاي، الرحمة يا مولاي. قل من كان معك في هذه المؤامرة الخبيثة وانجو بنفسك من موت محقق. لا أعرف أحدا. أنت هالك إن لم تتكلم يا ابن الأيهم، وأقسم إنني لن أدعهم يكفون عن ضربك حتى تقر بأسماء من معك من الخونة المارقين. قلت لكم لا أعرف أحدا. سكوتك يعجل أجلك يا ابن الأيهم. خذوه، خذوه ولا تتركوه قبل أن يعترف بأسماء كل من معه من الخائنين. خذوه. الرحمة يا مولاي، الرحمة يا مولاي. لا تقلق يا مولاي، سيعترف هذا الخائن عاجلا أم آجلا؟ لا 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 يا يحيى، من الأفضل أن يعترف عاجلا. ما أدراك، قد يكون وراء هذه المؤامرة دهات كثر، وقد يكون بعضهم بين ظهرانينا. ثلاثة أيام يا يحيى، أمامكم ثلاثة أيام حتى تحضروا المتورطين معه، وإلا فأقسم إني سأضع الجميع معه. أمر مولاي. متى ستصمد يد الأيهم؟ أخ أخ
ابن أخي الآن أمانة في عنقك يا زيد. بإذن الله سأكون له سندا وعونا. بارك الله فيك، أتمنى عليك أن تكون له عونا في التوفيق بين علمه وعمله. لا عليك يا أبا حنبل، لا عليك. بارك الله فيك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد، ألن تبدأ العمل؟ بكل تأكيد بعون الله. دكاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عامل الإسكافي، صاحب الدكان، مركع النعال. مبارك يا عامر. بارك الله فيك، بارك الله فيكم. جعلها الله باب رزق ونعيم. إن شاء الله، توكلنا على الله ونعم الاتكال. أول نعال تصنعه من جلد البعير تهديه لابن الوزير. ويحك يا أبا سرحان، اخفض صوتك، فعيون أمير المؤمنين خلف كل زاوية في السوق. لما كل هذا العبوس الذي لا يفارق وجهك النكد؟ نكد؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء؟ حنظلة، أعرفك كما أعرف راحة يدي، قل ما عندك. بصراحة أخشى أن يكشف أمرنا فيزج بنا في سجن بغداد بدل أن نكسب المال من بيع هذه الفتاة. يا رجل يا ذكي، أليس لدينا سق يثبت ملكيتنا لها على أنها جارية؟ أم أنك نسيت؟ لم أنسى، ولكن السك الذي وجدناه في السوق هو لفتاة ثانية واسمها غير اسم هذه الفتاة. ثم أخشى أنها ستخبر من يريد شراءها غدا الحقيقة كاملة. ومن الذي سيصدق جارية ويكذب مالكها؟ السق الذي معنا هو حقيقتها التي لن يستطيع أحد إنكارها. لا تخشى شيئا ودع عنك الخوف. عذرا يا سيدي، لقد تأخرت عن حلقة شيخي. أعرف، وأعرف أنني قد قطعت عهدا مع عمك أن أضع ذلك نصب عيني، ولكن المؤمنون عند شروطهم يا سيدي. وأنا أنفذ ما وعدت يا أحمد، ولكن ما أن تنتهي حلقة الدرس حتى تعود إلى العمل، فلدينا عمل كثير اليوم. وأنا أفي بوعدي إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا تيأس من رحمة الله يا أخي، سنبحث في بغداد كلها. بغداد كبيرة جدا يا شهناز. ولكن لقد أخبرنا صاحب النزل أن قافلة خراسان قد غادرت بغداد. ربما يكون أبوك قد تخلف عنه. لماذا تستعجلين السيئة؟ اطمئني يا شهناز، سأخذك إلى الدار
وأعدك بأنني لن أكف عن البحث عنهما. لا، لن تقر لي عين حتى أعثر عليهما. أجل أجل خالد، لماذا لم تفتح دكانك حتى الآن؟ لقد سأل عنك البعض. كنت في شأن ما. ماذا هي ولماذا تبكي؟ مسكينة لقد أضاعت أهلها. أضاعت أهلها؟ كيف؟ سأخبرك فيما بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيا يا شاهيناز هيا. مر كاتبك في المدينة المنورة أن يرسل كتابا مثل هذا الكتاب. السمع والطاعة. يحيى، أمر مولاي. إلى أين وصلتم مع ابن الأيهم؟ كأني به يا مولاي قد بدأ يتخلى عن غروره وتلين قناعته. كأنك، فليطمئن قلب مولاي، غدا أو بعد غد ستسمع نبأ ما تنتظر. لن يطمئن قلبي ولن يقر لي قرار حتى أمسك بناصية هؤلاء المارقين وأجعلهم آية لمن شق عصا الطاعة. لك ما تريد يا مولاي. سيكون لي ما أريد، سيكون لي ما أريد، وإلا في حلقة شيخي لوم على التأخر، وفي دار الحكمة لوم على التأخر. ماذا يفعل بنفسه أحمد بن حنبل حتى يوفق بين العلم والعمل؟ يقول لك الوالي يريد أخبار السوق، فلا تفوت صغيرة ولا كبيرة، وركز جل اهتمامك على ما يقوله العلماء. صدق الوالي في تخوفه من أولئك العلماء الذين حادوا عن طريق الصواب. فعلا، فهم الأقدر على تجنيد الشباب للنيل من الخليفة والبلاد، والأقدر أيضا على زرع الفتنة بين الناس بطريقة أو بأخرى. على كل حال، ما دام في الأمر خير للأمة فلن أوفر جهدا فيما طلب مني. بسبب تأخره في الرجوع إلى المنزل يا أم خالد، كل ما أخشاه أن يستهويه العمل فينسى دروسه ويصرفه تحصيل الرزق عن طلب العلم بحجة حاجتنا إلى المال. لن يكون ذلك بإذن الله، فكلنا يعلم ما فعلته من أجله. تهون علينا في المعالي نفوسنا يا أم خالد، وأحمد ما زال في ناصية الطريق، وهو بحاجة دائمة إلى من يعينه على نائبات الدهر ويزيل عنه عقبات الطريق حتى يصل إلى ما يصبو إليه. ولشد ما أطمح يا أم خالد أن أراه علماً من أعلام هذه الأمة. أنت لست مقصرة في حقه يا أم أحمد،
ما تفعلينه من أجله يصعب عليك الرجال الشداد في فعله. لقد نذرت عمرك وحياتك وكل ما تملكين حتى أصبح رجلا ملأ السمع والبصر. ومع ذلك يا أم خالد أجد نفسي سببا في عدم تحصيله العلم. أنا من لم ينفطر قلبها على وحيدها فتركته ممزقا بين عمله وعلمه. هوني عليك يا أم أحمد، فالأمر أبسط مما تتخيلين. السلام على مولاي أمير المؤمنين. عليك السلام يا يحيى. هذه قائمة بأسماء المتآمرين يا مولاي. أنا حصلت عليها يا يحيى؟ ألم أقل لك يا مولاي إنها مسألة وقت؟ وسيعترف ذلك الخائن بجرمه وشركائه. أواثق أنت أنه لم يضمر شيئا ولم يكتم سرا؟ أما عن ابن الأيهم فأنا واثق يا مولاي أنه لم يعرف أحدا إلا وأخبرنا عنه. ألا تخشى أن هناك من اشترك معهم في المؤامرة ولا يعرفه ابن الأيهم؟ حدثت ما في نفسي يا مولاي. وما تراه؟ هما أمران يا مولاي. أولهما أن نأتي بمن أقر بهم ابن الأيهم ونضعهم أمام أعيننا لعلنا نعرف منهم ما لم يعرفه ابن الأيهم. أما الأمر الثاني يا مولاي فهو أن نأتي بيحيى بن عبد الله الطالبي ونضعه أمام أعيننا، فهو كبيرهم ومن دونه لا يعرفون سبيلا ولا يعرفون كيف يتصرفون. هذا رأي الحاذق يا يحيى. دع الطالبية تحت عين ابنك ولتستأصل شأفة هؤلاء المارقين. الغفلة مقتل اللبيب يا يحيى. جعفر وأبو جعفر، طوع بنانك يا مولاي. تأخرت يا ولدي. أعتذر على تأخري يا أمي. لا عليك، ما بك يا ولدي؟ لما أنت جهمول وجه؟ لا شيء، عذرا قطعت عليك نومك. وأن لي النوم وأنت غائب، لم تقل لي لماذا تأخرت؟ سأخبرك بذلك لاحقا، إذن لي فأنا متعب وأريد أن أخلد إلى النوم. ما بك يا ولدي؟ أتشكو من شيء؟ لا يا أمي، إنما هو أمر أريد أن أتثبت منه أولا وسأخبرك به إن شاء الله، لا تقلقي. الآن أنا متعب قليلا وأريد أن أنام، تصبحين على خير. تصبح على خير. على ما أظن، ها قد عرفنا عنك شيئا. هذا المشط لي ومن حري مالي. أنت وكل ما تملكين ملكا لي، فهمتي؟
ما قصة هذا المشط؟ وما تعنيك قصته؟ جاوبي على قدر السؤال، ما قصة هذا المشط؟ إنه هدية من أبي، قد صنعه بيده، أعطني إياه. سأحتفظ به إلى أن تلين رأسك، وإن أحسنت التصرف سأعيده إليك. ليس هذا فقط، بل سأجعلك تعيشين نعيماً لم تعرفيه من قبل. المهم أن تحسني سلوكك أمام من سيشتريك. أنا لست جارية، أنا حرة، والحر لا يباع ولا يشترى بكنوز الدنيا كلها. هل فهمتي؟ سأبقى حرة. الأيام بيننا يا فوز، الأيام بيننا. ما زلت إلى هذه اللحظة أعاملك باللين، ولكن الأيام القادمة سترين مني ما لم تعرفيه. تعال افعلي بي ما تشائين، أنا حرة، حرة. وما المشكل فيما سمعت يا أحمد؟ أليس من مهام الولاة والعمال معرفة كل كبيرة وصغيرة في دولة الخلافة التي يتربص بها الخارجون والمارقون من كل حدب وصوب؟ وما فعل ذلك إلا لحفظ الدين والدنيا من الحاقدين وأهل الفتن؟ ثم أنا من واجبي وواجب غيري أيضا أن نساعدهم على حفظ أمن وأمان البلاد. لا أدري عمّا، ربما كان كلامك صحيحا. لا عليك أنت يا أحمد، دع أمور الدولة لرجالها. أمر الدولة بعض أمورنا يا عمّا. أحمد، لا أقدر على حجاجك. قبل أن تذهب خذ كتابي هذا وأودعه في طريقك ديوان الوالي. خيرا إن شاء الله، ما الأمر؟ لا عليك أنت، أودعه في الديوان وحسب. السلام عليكم. وعليك السلام. ترى ماذا يحوي هذا الكتاب؟ غفر الله لك يا عم. ما شأني أنا بالوالي؟ أتعلم أن من يعين الظالم فهو ظالم مثله؟ أعلم. حسبتك لا تعلم. ربما كان لعمك العذر فيما يفعله، إذ يرى أنه بذلك ينصح الولاة وينبههم إلى خطر هو يراه، ولكن أنت لا شأن لك بذلك يا ولدي. أجل يا أمي، ولولا كراهة في نفسي أجدها لما تركت الكتاب عندي ولم أوصله إلى الوالي كما طلب عمي. هل قرأت ما في الكتاب؟ أعوذ بالله أن أفعل ذلك، إنه أمانة ولا يجوز فتحها. أحسنت، وبارك الله بك يا ولدي. ولكن قد يعرف الكتاب من عنوانه، لابد أن في الكتاب أخبار السوق والعلماء أرسلها عمي إلى الوالي. وما ترى بشأن الكتاب؟ أرى أن أعيده إلى عمي وأخبره أن لا شأن لي بذلك، كما أنني سأترك العمل في بيت الحكمة، لأنني لن أستطيع أن أوفق بين العمل وطلبي للعلم. أما أنا فلي رأي آخر بشأنه. ما هو؟
إلى متى ستبقى هكذا يا فرج؟ الخوف يسكنك والعوز لا يفارقك أبدا. أليس من أمل في تغيير حالك؟ من هذا؟ بهلول. أهلا أهلا، تعال إلى النار استدفئ. هيهات يا ابن أمي فرج، تدعوني إلى النار؟ هذا هو بهلول يا بهلول. وهل نحن في يوم القيامة حتى تخشى دعوتي؟ من ينظر لموطئ قدميه يخر ساقطا، ومن ينظر إلى الأمام يصل سالما. لم أفهم، ماذا تقصد؟ لأنك تحب النظر إلى موطئ عليك. اللهم ثبتنا على العقل والدين. آمين. ينظر إلى موطئ قدمي يقع، وأنت يا فرج تحب النظر إلى موطئ قدميك. لعلك على حق يا بهلول. أين الكتاب يا أحمد؟ قد ألقيته في النهر. ماذا؟ ألقيته في النهر يا عمه. ما الذي حملك على فعل ذلك؟ أم لعلك ظننت أني أبيع ديني بدنياي؟ إنما أنا أسعى يا أحمد. أعرف غايتك يا عم، اغفر لي ما قدمت، ولكني أرى أسبابا لخدمة الرعية سوى ما ترى أنت. هل يلزمك عامل؟ ليس لدي عمل للصوصي من أمثالك. انصرف من هنا، انصرف من هنا. أخشى أن هارون الرشيد لم يعد كسابق عهده، وإنني لا ألمح حرصه الشديد على إبعاد ولديه عن كل ما يمت للفرس بصلة. إنه ينتقي الشيوخ والمعلمين لهما من العرب الأقحاح دون غيرهم، وإن كان يتذرع بأنه يريد لهما لغة عربية سليمة فإن حججه وهي. ربما يظفر بما يريده مع الأمين ابن زبيدة إذ أمه من عيون عربية، أما ابن أختنا المأمون أبقاه الله فتلك المسألة. لن ينال بغيته مع فتى تجري في عروقه دماء أمه الفارسية. إنما خشيتي من المأمون أشد من خشيتي من الأمين أيها الفضل. وكيف ذلك يا أبي؟ والمأمون ابن أختنا ومن بني جلدتنا. نسيت أن المأمون نفسه يعاني من كونه ابن جارية فارسية، وهو يرى حظوة ابن زبيدة الأمين عند بني هاشم والعرب دونه. وأيضا يا أبي، ما أخشاه أن يسعى المأمون لإثبات ولائه لنصفه العربي مضحيا بنا نحن أخواله الفرس. جئنا نبحث عن حل لمشكلتنا عند فتى غارق في مشاكله الخاصة. أدركتم مكمن الخطر يا أبناء برمك؟ أدركنا يا أبي، ولكن ما الحل؟ لا تقلق، سأجد حلا.
هل يلزمك عامل؟ اذهب من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا تريد؟ أبحث عن عمل. وهل تجيد صناعة القراديس والسروج؟ لا. إذا استأنف بحثك، فلا مكان هنا إلا لمتقن. لقد بحثت في السوق كلها ولم أجد عملا حتى ورمت قدماي. أريد أن أعمل عندك. وماذا أصنع بك إن لم تحسن صنعتنا؟ وهل ولد جميع الناس يحسنون ما يصنعون؟ أرجوك ستجدني أتقنت صنعة بسرعة. إنما أريد أجيرا يساعدني لا أساعده. وأنا ذلك الأجير، نحن بضعة أيام فقط. لا وقت لدي أضيعه معه. اذهب وابحث عن عمل في مكان آخر. سيدي أرجوك لا تكد خاطري، أنا أعول أمي ومنذ أيام أبحث عن عمل أقتات منه ولم أجد. لا تعن علي نوائب دهري. كم أنت لحوح يا فتى. أرجوك. حسنا، ولكن سأضعك قيد الاختبار لأيام معدودات، فإن رأيت منك جدا وأمانة وحرصا على العمل وإلا طرحتك أرضا كما جئت. وعدا علي ستجدني أفضل مما تظن. الفعل أبقى من لحن القول يا فتى، ومن الأفضل أن تكون كذلك. هيا شمر عن ساعديك واذهب إلى فرقد الفوال وآتنا غداءنا. خذ هذا ربع درهم للفول ومثله للخبز ولا تتأخر. على جناحين عامة. انتظر. ماذا؟ ما اسمه؟ فرج. اسمي فرج. لك من اسمك حظ ونصيب. انتظر خذ. خذ هذا الصحن معك. وماذا لو أن الفتى راودته نفسه على سرقة الصحن والنقود؟ كان يجب أن أرضى بذهابه مع عمه إسحق إلى الوالي، فلو أصابه مكروه لن أسامح نفسي. ولكن ما الذي فعله حتى يعاقب علي؟ كل ما قام به أن تخلص من كتاب اعتقد أن فيه أذى للناس. أقسم إن أصابوه بمكروه فسيرون مني ما لا يتصورونه. سأصبر بعد الوقت وبعدها سأرى ما سأفعل. هيا يا سيدي إنهما ساخنان. إنهما ساخنان حقا. اجلس وشارك معلمك طعامه. حسنا. لقد أثبتت لي يا فرج أنك أمين ونشيط، وسنرى حماسك للعمل بعد الطعام. حسنا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا جرى معك عند الوالي؟ لم يجري الكثير، لقد تركت العمل في بيت الحكمة. لم تخبرني، ما الذي حدث بينك وبين الوالي؟ ليس مهما ما حدث بيننا يا أم، المهم أنني تركت عملا كان عونا لنا بعد الله عز وجل. والآن يجب أن أبحث عن عمل من جديد. هذا ما يجعلك جهم الوجه؟ أو أشد من ذلك يا أم؟ أرعبتني يا ولدي بدخولك علي وأنت على هذه الحالة، حتى أنني خلت أن الوالي قد نالك بمساء. مؤونة ما تخشاه يا ولدي أهون بكثيرا من هذا القلق. اسمع يا بني، قد عشنا قبل عملك وسوف نعيش بعده بإذن الله. ومن أين النفقة يا أمي؟ اسمع يا ولدي، إذ كنت صغيرا وأنا أحرص على أن تبلغ غايتك وتدرك حاجتك، وأنا وأنت نعلم جيدا بأنك لن تصل إلى ما تصبو إليه إلا من خلال حلقات درسك عند شيخك. فاعمل يا بني على أن لا تدع شيئا يصرفك عن تحقيق حلمك، وأنا لن أتخر جهدا حتى أراك علما من أعلام هذه الأمة.
لماذا هذا القلق على نفقة معيشتنا؟ لدينا كراء الدكان، وهو يسد حاجتنا إن اقتصدنا. ولكن يا أمي، كفاك عنادا أيها الفتى الشيخ، لن تعود للعمل مرة أخرى، وسيخلو ذرعك لدرسك، ولن أعود لمناقشتك في هذا الأمر مرة ثانية. علمك هو الأهم والأبقى.